مباراة كبيرة، مباراة الأهلي والترجي التونسي، أو بالأحق يعني زي ما بنقول النهاردة هو ملعب الترجي الأرض والجمهور بيستضيف الأهلي في هذه المباراة الكبيرة. لكن بشكل عام قبل ما نخش في تفاصيل هذه المباراة والرؤية الفنية والتحليلية والأرقام النظرية، لأن لغة الأرقام لا تكذب ولا تتجمل، ومن خلالها تقدر تقول الواقع يبقى إزاي داخل أرض الملعب. بشكل عام خلال الأسبوع الأخير كيف تابعت الأحداث المتعلقة بهذه المباراة بعد فوز الأهلي بلقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، والرؤية الفنية لشكل مباراة العودة في ظل الأحداث الأخيرة والضغوطات اللي ظهرت خلال هذا الأسبوع؟ الحقيقة يعني ما حدث في خلال تقريبا نقول 6 أيام، ما 3 مباراة الذهاب وحتى اليوم، كلها أحداث سلبية. أول عنصر سلبي هو محاولة إحداث وقيعة بين شعبين المصري والتونسي، ودول شعبين متحابين، وأبدا لن تكون كرة القدم أو الرياضة بشكل عام سببا في مشاكل بين دولتين. اللي وقع فيه الإعلام والجماهير والناس والمسؤولين وكل شيء في وقعة مصر والجزائر لدى التقاء المنتخبين في تصفيات مونديال 2010، أنا بعتقد أنه من المستحيل أن يحدث. ليه؟ لأن دائما في الفترة الأخيرة كل ما يحصل بلبلة في أي أحداث دولية بيجي العقلاء ويظهروا من الطرفين، من الطرف المصري ومن الطرف الآخر اللي نلعب معاه. حقيقة على الرغم من الأحداث السلبية اللي كان منبتها ومنبعها للأسف، بقول للأسف، من داخل مصر، اوعى تفتكر ان اللي حصل ده من احداث والتفاعل بتاع النادي الترجي والاتحاد التونسي ثم اللجنه الاولمبيه التونسيه كان من وليد الاحداث المباراه. لا، كان تفاعل لما حدث داخل مصر وللاسف من المصريين. البدايه الشراره كانت من الشراره من البدايه، بدايه من تسريب الفيديو الخاص بوليد ازارو. خلي بالك انا بتكلم كلام منطقي جدا، لو تسالني، واحنا دايما وعبر اي مكان وعبر شاشه قناه الاهلي دايما بنؤمن بالمبادئ، والنادي الاهلي هو مدرسه للمبادئ من زمان. لو تسالني على وقعه وليد ازارو، انا من يوم المباراه نفسها طالبت مجلس اداره النادي الاهلي وطالبت جهاز الكره في النادي الاهلي بمعاقبه وليد ازارو. اذا نتفق تماما وجميعا على ان وليد ازارو كان يستحق العقوبه طالما ارتكب عمل كلنا لا نرضى، سواء للاعب من النادي الاهلي او اللاعب من اي نادي اخر. اتفقنا على ذلك. لكن إيقاف وليد أزارو جاء بأيدي أخرى خالص. يعني أنت عارف أن إيقاف وليد أزارو، رغم أننا قلت لك إيه في البداية عشان ما حدش يزايد على المبادئ اللي احنا بننادي بيها، إيقاف وليد أزارو جاء خارج اللوائح وقوانين الاتحاد الأفريقي تماما. لوائح وقوانين الاتحاد الأفريقي تنص على الاستعانة بالفيديو في بعض المواقف اللي بيكون خارج إطار اللي الحكم شافه، حكم ما شافش الواقعة، ويكون بناء على شريط المباراة. يعني ايه؟ شريط يعني 90 دقيقة ولا الهايلايتس كمان اللي بعد شريط المباراة؟ شريط المباراة بالكامل، بالكامل، بداية ما يبدأ البث لغاية ما ينتهي البث. إذا شامل كمان الثواني اللي بعد انتهاء المباراة. أنت دايما الإخراج ما بيقطعش بعد صفارة ال 90 دقيقة بالظبط. في 30 دقيقة بعد ال 90 بيشتغل هايلايتس والإعادات الخاصة بالظبط. وكل الأحداث دي بيشتغل على كل هذه الفترة، فبياخد شريط المباراة وبيتابع كل شيء. شريط المباراة لا يحتوي على أي مشكلة بالنسبة لوليد أزارو. الهدف إيه برضو؟ الهدف أبعد من كده. يقولك إيه، ممكن حاجة تتلفق أو فيديو يتعمل عليه مونتاج ويتحط حاجة تجاه أي شخص وهي مش موجودة في شريط المباراة فيتم الأخذ بيها بشكل خاطئ. فهذه اللقطة لم تكن موجودة في شريط الفيديو الكامل، شامل ما قبل المباراة، التسعين دقيقة بتوع المباراة، وبعد المباراة والهايلايتس كله. ما كانش موجود اللقطة دي خالص، إنما هذه اللقطة للأسف تم تسريبها من جانب التلفزيون المصري ومن جانب الغرفة المخصصة للفار اللي هي تقنية الفار بعد المباراة. يعني عايز أقول لك أنا كنت بعلق على مباراة الذهاب وكنت شايف في الملعب، شفت لقطة لوليد أزارو بس كنت شاكك فيها، أنا متشكك. طبعا احنا تعب حكم المهنيه والصحفيه اللي احنا اتولدنا من زمان الواحد في المجال الاعلامي، فسالت طاقم الاخراج بتاع المباراه، هل اللقطه وليد ازارو، هو وليد ازارو كان بيقطع التيشيرت، هل دي جت في التلفزيون؟ قالوا لا، ما فيش جاتش اي حاجه بخصوص هذه اللقطه. وانا راجع في الطريق من الاسكندريه الى القاهره فوجئت بان كل مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي هذه اللقطه اللي تم تسريبها عمدا، اكرر عمدا، تجاه وليد ازارو. يعني نتفق على ايقافه، وانا بقول
ان حتى لو ما كانش الاتحاد الافريقي وقفه انا كنت اؤيد تماما ان النادي الاهلي يوقف اللعب ولا يرسله الى تونس في هذه المباراه، لكن هذه اللقطه بره قوانين الكاف اللي بتستند الى شريط المباراه نفسه، واللقطه ديت كانت بره شريط المباراه. ده بدايه كده.